بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مجددا طلابي الصف السابع في الوحدة الثالثة والدرس الأول ترتيب الأعداد والكسور العشرية. سوف نبدأ بأهداف درس ترتيب الأعداد العشرية بما في ذلك القياسات واستخدام العلامات التساوي ولا تساوي وأكبر من وأصغر من. سنبدأ الآن في السؤال الأول من كتاب الطالب. رتب الأعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديا، أي من الأصغر إلى الأكبر. كما نلاحظ في الجزئية ألف أعداد غير مرتبة وأعداد عشرية. سنلاحظ من جهة اليسار ما هو أصغر عدد في هذه الأعداد. بالطبع أصغر عدد هو 2.6 من 100. سننتقل للعدد الثاني وهو 5.49 من 100، وثالثا 5.91 من 100، وأخيرا 7.99% كما تلاحظ في هذه الإجابة. ننتقل الآن إلى الجزئية ب. هناك 3.9 من 100 و2.87 من 100 و3.11 من 100 و2.55 من 100. أصغر هو 2.55، إذا سيكون هو أصغر هذه الأعداد. والعدد الثاني سيكون بالطبع 2.87. الآن سنقارن بين 3.9 من 100 و3.11 من 100. إذا سيكون العدد الأصغر هو 3.9 من 100، وآخر الأعداد هو 3.11. سنقوم بحل باقي الجيم ودا بنفس هذه الطريقة. الآن سوف ننتقل إلى الجزئية ه. كما نلاحظ بأن العدد الذي يوجد في اليسار متشابه. سنقوم بالمقارنة إذن في الأعداد التي على اليمين التي من بعد الفاصلة. سنلاحظ أيهما أصغر. كما نلاحظ أن العدد من عشرة متشابه. إذن سننتقل، ستكون 23.592 من 100 هي الأصغر، وثانيا 23.59 من 100، وثالثا سيكون 23.661، وأخيرا سيكون 23.665 من 100. وهكذا سنقوم بحل باقي الجزئيات في السؤال الأول. السؤال الثاني من كتاب الطالب. رتب القياسات العشرية التالية تنازليا. سنقوم بترتيب هذه الوحدات والأرقام من الأكبر إلى الأصغر في الجزئية ألف. أو كما نلاحظ قبل نبدأ في الحل بأن الوحدات غير متساوية. إذا سوف نقوم أولا بتوحيد الوحدات ثم سنقوم بترتيبها. في الجزئية ألف كما نلاحظ هناك وحدات بالكيلوغرام وهناك وحدات بالغرام. كما نعلم أنه عند تحويل من الكيلوغرام إلى الغرام سنقوم بالضرب، ومن الغرام وإلى الكيلوغرام سوف نقوم بالقسمة. سوف نحول الكيلوغرام إلى غرام. إذا سوف نقوم بتحويل العدد من الكيلوغرام إلى الغرام. كما نعلم أن للتحويل من كيلوغرام إلى الغرام سوف نقوم ضرب العدد في 1000، سيكون الناتج 2300 غرام. سننتقل إلى الثانية جزئية 2.18، سنحولها إلى غرام وستكون 2180. الآن سوف نقوم بترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. ما هو أكبر الأعداد؟ سيكون 3.2 كيلوغرام هو الأكبر، ثم 2.18 كيلوغرام، ثم 1950 غرام، وأخيرا 780 غرام. سننتقل إلى الجزئية ب. كما نلاحظ هناك أرقام بالسنتيمتر ووحدات بالمليمتر. سوف نقوم يا إما أن نحول السنتيمتر إلى مليمتر أو المليمتر إلى السنتيمتر. كما نلاحظ للتحويل من سنتيمتر إلى متر سوف نقوم بالضرب في 10. سنحول السنتيمتر إلى مليمتر، سنقوم بضرب 5.4 ضرب 10، وسيكون الناتج 54 مليمتر.
وسنحول 8 من 10 إلى مليمتر، وسنقوم بضربها في 10 أيضا، وبعد ذلك سوف نقوم بترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. يكون الأكبر هو 54 مليمتر، وبعدها سيكون 12 مليمتر، وبعدها سيكون 9 مليمتر، وأخيرا 8 مليمتر. وهكذا سوف نقوم بحل باقي الجزئيات أيها الطلبة. سننتقل الآن إلى السؤال الثالث أيها الطلبة. اكتب الرمز الصحيح، أكبر من أو أصغر من بين كل عددين عشريين أو كسرين عشريين في كل مما يلي. في الجزئية ألف 4.23، والعدد الثاني 4.54، فالعدد 4.23 أكبر من العدد 4.54 أم أصغر؟ سيكون، وهكذا سنحل باقي الجزئيات الجيم والدال والهاء والواو. في الجزئية زاء، كما نلاحظ بأن هناك وحدات قياس مختلفة، لتر ومليمتر، إما أن نحول اللتر إلى مليمتر أو المليمتر إلى اللتر. إذن هذا العدد هو العدد الأصغر، يعني سيكون علامة الأصغر من. في الجزئية ب 6.71 و 6.3، العدد 6.71، هل هو أصغر أم أكبر؟ بالطبع هذا العدد هو أكبر من 6.3. وللتحويل من اللتر إلى مليمتر سوف نقوم بضرب العدد في 1000، أي سنضرب 4.5 ضرب 1000 سيكون 4500، إذن هذا العدد أكبر من 2700. وفي العدد في الجزئية ح سوف نحول، إما أن نحول الطن إلى كيلوغرام أو الكيلوغرام إلى طن. كما سوف نحول الطن إلى كيلوغرام، وسوف نقوم بضربه في 1000. 45% ضرب 1000 ستكون 450 كيلوغرام. أي العددين العدد 450 هو أصغر من العدد 547، وهكذا سوف نقوم بحل باقي الجزئيات. في السؤال الرابع، اكتب الرمز الصحيح يساوي أو لا يساوي في كل مما يلي. في الجزئية ألف، أولا كما نلاحظ بأن الوحدات القياس غير متساوية، إذا سوف نقوم أولا بتوحيد الوحدات، من بعدها سنقارن هل هذه الوحدات متساوية أم غير متساوية. في الجزئية ألف 6.7 لتر سنحولها إلى المليمتر، ستكون 6700، و 76 إذا لا تتساوى. في الجزئية ب سنقوم بتحويل الطن إلى كيلوغرام، وسنقوم بضرب 4.5% في 1000 لتحويله إلى كيلوغرام، وسيكون الناتج 4050 كيلوغرام، إذا هذا العددين لا يتساوان. سنقوم بحل باقي الجزئية. السؤال الخامس أيها الطلبة، سجل أحمد وسلطان المسافات التي يقطعانها في السباحة لمدة 10 أيام. الجدول التالي يوضح المسافات المقطوعة كل يوم لكل منهما. الجزئية ألف، سجل سلطان مسافة واحدة غير ممكنة، ما هي؟ وفسر إجابتك. سيكون سنلاحظ مسافات سلطان. أولا سوف نقوم بتحويل المتر إلى كيلومتر، فالإجابة ستكون 25 كيلومتر، لأنها أكثر بكثير من المسافات الأخرى، إذا سوف تكون هي الإجابة 25 كيلومتر، لأنها أكبر بكثير من المسافات الأخرى. الجزئية ب، يقول أحمد أن أطول مسافة قطعها كانت أكبر 8 مرات من أن أقصر مسافة قطعها، هل أحمد على صواب؟ اشرح إجابتك. سيكون نحدد أولا أقصر وأطول مسافة قطعها أحمد كما هو موضح، أقصر مسافة هي 2 من 10، وأطول مسافة هي 1.64 كيلومتر. لو قمنا بضرب 2 من 10 في 8، هل سيكون الناتج أجبر أكبر ب8 مرات أم عن أقصر مسافة؟ إذن كلام أحمد صحيح، لأن 8 ضرب 2 من 10 تساوي 1.6%، أكبر من مسافة قطعها أكبر من ذلك
1.64 كيلومتر. في السؤال جيم، يسبح سلطان وأحمد في حمامين سباحة مختلفين، ويبلغ طول أحد الحمامات السباحة 25 متر، بينما يبلغ طول حمام السباحة الآخر 20 متر. من الذي تعتقد أنه يسبح في حمام السباحة الذي يبلغ طوله 25 متر؟ اشرح كيف توصلت إلى الإجابة. تمثل أطوال المسافات التي يقطعها سلطان وأحمد عددا كاملا. بالطبع الذي يسبح في حمام السباحة الذي يبلغ طوله 25 هو سلطان، وعرفت الإجابة لأنني لاحظت أن هذه الأعداد عبارة عن مضاعفات لعدد 25، أي أننا لو قمنا بتحويلها إلى مترات فإننا سنلاحظ أنها من مضاعفات لعدد 25. والآن ننتقل إلى الدرس الثاني وهو التقريب. فعندما يطلب منك أيها الطالب تقريب عدد ما، يجب تطبيق القواعد الأساسية للتقريب حسب المنزلة المطلوبة، ويسمى ذلك درجة الدقة. ولتقريب عدد ما لمنزلة معينة، لابد من تحديد الرقم الموجود في المنزلة المطلوبة التقريب إليها. ثانيا، إذا كانت قيمة الرقم الموجود يمين المنزلة المطلوبة أكبر من أو يساوي 5، فنضيف إلى الرقم الموجود في مكانه المنزلة المطلوبة وتقريبها. وإذا كانت قيمة الرقم الموجود يمين المنزلة أصغر من 5، فنترك الرقم الموجود في مكانه كما هو. ننتقل الآن إلى أسئلة الكتاب. السؤال الأول، قرب كل عدد فيما يلي إلى درجة الدقة المحددة. في الجزئية 42 إلى أقرب 10، نريد أن نقرب العدد 42 إلى أقرب 10، أي أن هذا العدد لابد أن يبدأ بالعدد 0. سوف نقوم بحذف الرقم 2 واستبداله بالصفر، سيصبح العدد 40 لأن رقم 2 رقم بخيل، لذلك لن نقوم بإضافة أي عدد إلى الرقم 4. 157 إلى أقرب 10، سوف نحذف السبعة سيعطي السبعة 5-1 لأنه عدد كريم، ستصبح 160. الجزئية جيم، 232 إلى أقرب 100، أي سيكون صفران. سوف نقوم بحذف الاثنان والثلاثة ونضع مكانهما أو استبدالهما بصفرين لأنهما عدد بخيلة لا تعطي، سيصبح العدد 200. في الجزئية دال، 476 إلى أقرب 100، بما أن الستة والسبعة أعداد كريمة، سوف نقوم بيعطي السبعة 4-1 وسيصبح 500. وهكذا سوف نقوم بحل باقي الأجزاء الأخرى. ننتقل الآن أيها الطلبة إلى السؤال الثاني. قرب كل عدد عشري أو كسر عشري فيما يلي إلى درجة الدقة المحددة. في الجزئية ألف، 75.2 من 10 إلى أقرب عدد كامل. سنلاحظ بأن سنقوم بحذف الأعداد التي على يمين الفاصلة. إذا كانت أعداد كريمة سوف تعطي، أما إذا كانت بخيلة نضع العدد كما هو. إذا الاثنان عدد بخيل، إذا سيكون الناتج 75. الجزئية ب، 9.55 إلى أقرب عدد كامل. الخمسة هو عدد كريم، إذا سوف يعطي الخمسة 9-1 سيصبح 10، إذا سوف يكون الناتج 10. في الجزئية جيم، 19 تصبح 20 لأن التسعة عدد كريم، والإحدى عشر والأربعة إلى منزلة واحدة، أي سنقوم ستكون منزلة العشرية. إذا سنحذف الخمسة ويعطي الخمسة 4-1 ستصبح 11.5. والآن ننتقل إلى الدرس الثالث، جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها. سوف نطلب منا الجمع وطرح الأعداد العشرية والكسور وطرحها. السؤال الأول، أوجد ناتج ما يلي. الجزئية الألف، سوف نقوم باستخدام الطريقة الرأسية. سوف نكتب العدد الأول في فوق والعدد الثاني في الأسفل. يجب أن نراعي أن تكون الفاصلة أسفل الفاصلة، والجزء من 10 فوق الجزء من 10، والجزء من 100 فوق الجزء من 100، وهكذا. وذلك لكي لا نخطئ في عملية الجمع ونقوم بالجمع والناتج عملية صحيحة. والناتج سوف يكون 14.59. بالجزئية ب، نبدأ بجمع الأعداد كما في الجزئية ألف، نضعها في المكان المناسب. 2+9 يساوي 1، 11 وواحد نرفعه فوق، 1+4 5، و5+3 8 نضع الفاصلة في مكانها،
5+1=6 و1+2=3 سيكون الناتج 36.81%. في الجزئية ج سنضع العددين فوق بعضهما، 8+3 سيكون الناتج 11 ونرفع الواحد، 7+1=8+4=12 ونرفع الواحد، 1+4 سيكون الناتج 5+8 سيكون الناتج 13. الجزئية د سنضع العددين فوق بعضهما البعض، سنقوم بالجمع، 5+3=8 و4+8 سيكون ناتج 12 ونرفع الواحد، 9+1=10+9=19 ونرفع الواحد، و1+1 سيكون 2. وهكذا سوف نقوم بحل باقي الجزئيات الموجودة في السؤال الأول. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني من كتاب الطالب، أوجد ناتج طرح ما يلي. الجزئية ألف، سوف نقوم كما قمنا في عملية الجمع، سنضع العددين فوق بعضهما وسنقوم بعملية الطرح، 2-1=2، 7-5=2، نضع الفاصلة العشرية مكانها، و4-2=2. في الجزئية ب نضع العددين فوق بعضهما مع مراعاة وضع الفاصلة فوق الفاصلة والأعداد العشرية فوق بعضها البعض، 8-5=3، 7-3=4، نضع الفاصلة العشرية، 3-9 لا يمكن لأن 9 أكبر من 3، سنتسلف من العدد 2 سيصبح العدد 13، ونطرح 13-9 سيصبح الناتج 4 وننزل الواحد في مكانه. الجزئية ج نضع العددين فوق بعضهما البعض، 3-4 لا يمكن، سنتسلف من 7 سيصبح 13 و7 سيصبح 6، 13-4 الناتج 9 و6-4 سيكون الناتج 2، ننزل الفاصلة العشرية، 3-2=1 وتنزل الواحد كما هي. وبنفس هذه الطريقة سوف نقوم بحل الأمثلة المتبقية في هذه في هذا السؤال. في السؤال الثالث من كتاب الطالب، الشكل المقابل جزء من الواجب المنزلي الخاص بهيثم، استخدم الطريقة التي اتبعها هيثم لإيجاد ناتج ما يلي. في الجزئية ألف، 23-2.65%، نلاحظ في المثال مثال موجود الذي قام بحله هيثم، سنتبع نفس الخطوات، سنضع الأعداد فوق بعضها، بما أن هنا ليس هناك فاصلة عشرية سنضع أصفار في مكان الأعداد العشرية. والآن سوف نقوم بعملية الطرح بين العددين، 23 و2.65%، سوف نطرح أولا 0-5 لا يمكن، إذا سوف نتسلف من العدد الذي على يمين على يسار الصفر وهو صفر، إذا سوف نتسلف من 3، إذا 3 ستصبح 2 والصفر ستصبح 10، ستتسلف الصفر مع 10 فالعشرة ستصبح 9 والعدد الثاني سيصبح 10. سنقوم الآن بعملية الطرح، 10-5=5 و9-6=3، سننزل الفاصلة العشرية، 2-2=0 وسننزل الاثنان كما هي. في الجزئية ب 46-1.76%، قمنا بوضع صفرين في أمام العدد 46 كي تتعادل المنازل العشرية ووضعنا الفاصلة، والآن سوف نقوم بحل هذه المسألة، سنتسلف من 6 لكي تصبح المعادلة صحيحة، سيكون 10-6=4 و9-7=2، سوف ننزل الفاصلة العشرية، 5-1=4 وننزل 4 في مكانها، وسنقوم بحل باقي الجزئيات بنفس هذه الطريقة. السؤال الرابع أيها الطلبة، جامع السلطان قابوس الأكبر هو أحد المساجد التي أمر ببنائها السلطان قابوس بن سعيد المعظم عام 1992 والذي افتتح عام 2001. يحتوي الجامع على معدنة رئيسية ارتفاعها 91.3 من عشرة،
متر، وأربعة مآذن جانبية يبلغ ارتفاع كل منها 45.5 متر. بكم ترتفع المآذن الرئيسية للجميع عن المآذن الأخرى؟ لذلك نحتاج لإيجاد الفرق بين ارتفاع المآذن الرئيسية والمآذن الأخرى، ولذلك سوف نستخدم عملية الطرح بما أنه قال الفرق. سوف نطرح 91.3 ناقص 45.5 وناتج هذه العملية يساوي 45.8. سننتقل الآن إلى السؤال الخامس. يوضح الجدول المقابل نتائج مسابقة رمي الرمح بالمتر. حال الفرق بين المسافة التي حققها اللاعب الأول والمسافة التي حققها اللاعب الثاني أكبر من الفرق بين المسافة التي حققها اللاعب الثاني والمسافة التي حققها اللاعب الثالث. وضح ذلك وكيف توصلت إلى إجابتك. أولا سوف نوجد الفرق بين اللاعب الأول والثاني، والناتج سوف يكون 2.69. والآن سوف نوجد الفرق بين اللاعب الثاني والثالث، والناتج سوف يكون 2.67. نلاحظ بأن الفرق بين اللاعب الأول والثاني أكبر من الفرق بين الثاني والثالث، لذلك سوف تكون الإجابة نعم، لأن 2.69 أكبر من 2.67. والآن ننتقل إلى آخر درس في هذا الفيديو، ضرب الأعداد العشرية والكسور العشرية. في السؤال الأول نستخدم طريقة الحسابات الذهنية لإيجاد ناتج ما يلي. فالمقصود بالحسابات الذهنية أننا لا نريد كتابة العمليات الحسابية، أي أن الناتج في كل عملية سوف نقوم بحسابه ذهنيا. في الجزئية ألف نعلم أن 1 ضرب 8 8، كما نلاحظ أن هناك موجود فاصلة عشرية على يسار العدد، هناك على يسار العدد هناك فاصلة، إذن سنضع فاصلة من بعد العدد 8. في الجزئية ب 3.0 ضرب 3، 3 ضرب 3 كم يساوي؟ نعلم أنه 9، إذن سوف تكون الناتج 9/10. وفي الجزئية ج نحن نعلم أن 5 ضرب 5 يساوي 25. الآن سوف نضع الفاصلة العشرية في الناتج بحيث يكون قبلها رقم 1، إذن سوف نضع الفاصلة العشرية بين العدد 5 و2 بينهما، وهكذا سوف نقوم بحل باقي الجزئيات. في السؤال الثاني استخدم الطريقة الكتابية لإيجاد ناتج ما يلي. هذه المرة نريد استخدام الطريقة التي تعلمناها سابقا وهي الطريقة الرأسية. نبدأ في الجزئية ألف 5 ضرب 27 كم يساوي؟ وجدت أن 5 ضرب 27 يساوي 135، وبما أن الفاصلة قبلها رقم 1 سوف نضع الفاصلة في الناتج بحيث يكون قبل الفاصلة رقم 1، ستكون الإجابة 13.5. في الجزئية ب سوف نقوم بضرب 8 ضرب 36، ونعلم أن 8 ضرب 36 يساوي 288، والآن سوف نضع الفاصلة العشرية بحيث يكون قبلها عدد 1، إذن ستكون الناتج 28.8. هكذا سوف نقوم بحل باقي الجزئيات. في السؤال الثالث أوجد ناتج ما يلي. في الجزئية ألف 3.15 ضرب 2، سوف نوجد توجد هذه العملية بالطريقة الرأسية. 315 ضرب 2 يساوي 630، بما أن الفاصلة قبلها عددين إذن سوف نضع الفاصلة قبلها عددين، إذن الناتج سوف يكون 606.30. وهكذا سوف نقوم بحل باقي الجزئيات. في السؤال الرابع استخدم الأعداد الموجودة في الإطار المقابل لإكمال العمليات الحسابية التالية، ويمكننا استخدام الأعداد مرة واحدة فقط. في الجزئية ألف نحن نعلم أن 1 ضرب 6 يساوي 6، إذا الناتج سيكون 6/10. وفي الجزئية ب ما العدد الذي أضربه في 4 يعطينا 28؟ بالطبع هو العدد 7، وبما أن العدد يوجد به فاصلة إذا العدد 7 لا توجد به فاصلة. في الجزئية ج ما العدد الذي أضربه في 5 ويعطينا 35؟ بالطبع هو العدد 7، بما أن 5 ليس به فاصلة إذا 7 سيكون يحتوي على فاصلة. وهكذا يمكننا حل باقي الجزئيات. في السؤال الخامس استنتج سامي وهيثم ناتج 8/10 ضرب 5. يقول سامي الناتج هو 4
5.0 من 10، ويقول هيثم الناتج هو 4. هل ما قاله كل من سامي وهيثم صحيح؟ اشرح إجابتك. نحن نعلم أن العدد 4.0 من 10 هو نفسه العدد 4، إذا كل من سامي وهيثم أجابوا بشكل صحيح. وانتهينا اليوم من هذا الفيديو، أتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مجددا في درس جديد.